واش تنسي؟ كتحسي براسك بان عندك قوه ما يدار، خاصك ديري لي كورس، تقدي الدار، تجيبي الدراري من سبور وتتصيفطي لي رابور ديالك للخدمه. واش تنسي؟ كتقولي مع راسك علاش ما عنديش روتين يومي مقاد. واش تنسي؟ راسك ديما عامر وما كيساليش من التخمام. الا كانوا عندك هاد المؤشرات، هذا يعني بانك كتقدري تعاني من العبء الذهني او ما يسمى بلا شارج مونتال. العبء الذهني ولا شارج مونتال هو واحد الكونسيبت ظهر في علم الاجتماع في الخدمه ديال مونيك ايكو في 1984، وكيعني هو بان الدماغ كيوقف وما كيقدرش يتحمل معلومات ولا خدمه زايده. العبء الذهني كيقدر ياثر على صحتنا الجسديه وكذلك صحتنا النفسية، مثلا الإرهاق الدائم، الاكتئاب، القلق، الزيادة أو النقصان في الوزن وقلة النعاس. وهداك الشيء علاش خصنا نتهلاو في راسنا وخصنا نعرفو بأننا حنا ماشي روبوات وماشي بيرفكت، حنا غير بنادم وكنديرو داك الشيء اللي كنقدرو عليه. تحديد الأهداف على حساب الأولوية ديالها وعلى حساب الأهمية ديالها. نعطيو لراسنا واحد الوقت ديال الراحه، وهذا الوقت ممكن نديرو فيه هذاك الشيء اللي كيعجبنا، مثلا الرسم، الكتابه، اولا غير نرتاحو فيهم ونصنطو لعظيماتنا. تقليل من التفكير السلبي، وعمليا كنقلو من التفكير السلبي الى راجعنا راسنا اولا درنا واحد الانشطه اللي كتخونا نركزو على الوقت الراهن والوقت الحاضر، بحال التامل الواعي واليوغا مثلا. واحد مزيان يعرف القيم ديالو ويعرف كيفاش يقدر يجسدهم يوميا، لاننا الا كنا كنلعبوا شي دور ماشي ديالنا كيفاش بغيتونا نكونوا مرتاحين مع راسنا ومع الناس. واخيرا نطلبوا المساعده، ممكن نطلبوا المساعده من الاصدقاء ديالنا، من العائله ديالنا، وحتى من اخصائيين نفسيين. راه ماشي عيب وماشي حشومه، العيب هو ما نديروش اللازم باش نتهلاو في صحتنا. وانتوما شنو هي تجربتكم مع العبء الذهني او لا شارج مونطال؟ وشنو هما الحلول اللي لقيتوهم باش تخلصوا منه؟